أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مظلوم، يا غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، بك تستغيث وقلبها لك عن جوًا يشكو صدوعا، تدعو وجرد الخيل مصغية لدعوتها سميعة، مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا، وكل رضيع يغتذي در أمه ويرضع من ألبانها، ثم يفطم سوى أن يا عبد الله كان رضاعه دماه، وغذته عن الدر أسهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه: اللهم إن حبست عنا النصر عاجلا فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. صدق مولانا أبو عبد الله الحسين. قد تكون في آخر لحظة من لحظات حياته سلام الله عليه، ولم يبقى أحد من أنصاره ولا من أهل بيته، يقدم له عبد الله الرضيع، وقد اشتد به العطش، يرفع يديه بالدعاء مستسلما للوضع، آمنا بالوضع، عارفا بالمستقبل: إلهي إن حبست عنا النصر عاجلا فاجعله لما هو خير منه. والخير الذي فيه هو ذلك الذي مدحه به الأنبياء والأوصياء،
لقد تباهى الأنبياء والأوصياء وكل الصالحين بنهضة أبي عبد الله الحسين بالرغم من رزيتها التي فاقت رزايا الأنبياء والأوصياء. والله ما في الدهر حلت رزية قديما لها أو حادثا أحد روى. فأيوب لما مسه الضر برهة من الدهر وافاه من البارئ الدواء. وذو النون خاض النون فيه نعم وذو النون خاض النون فيه عراسها. وموسى هوى من طور سيناء لم ينل جراحا ولا كف الظما قلبه لوى. وإن المسمى بالذبيح لقد فدي بكبش وإن الذبح عن نحره طوى. ويوسف من قعر المطامير قد نجا ونال الشفا يعقوب. فأين هم ممن قضى نصب عينيه أو فأين نعم ممن قضى نصب عينه ذووه وضام البيد من دمه ارتوى. وإن ذولاك من هذا البطل المقدام الذي قدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على رسالة جده رسول الله. فقد يكون وهو كذلك باعث من بواعث نهضة الإمام الحسين. وأيضا خلودها هو عظم الرزية التي كانت من أجل إحقاق الحق ولأنها كانت بوجه الظالمين يزيد ومن قبل معاوية ومن قبل أبو سفيان صخر. يعني قد أعدوا العدة من البداية لمحاربة الإسلام. أما وقد جاء وقت هذا الطاغية يزيد حكم 3 سنوات. أول سنة انتهك الحرمات بقتل ابن بنت رسول الله. السنة الثانية استباح المدينة وقتل من قتل بالآلاف واعتدى على الأعراض وقتل القراء. وفي السنة الثانية ثالثة أحرق الكعبة. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فما كان من الإمام إلا أن ينتفض بوجهه. وإن تأخر النصر لا بل النصر موجود الآن. كل الناس يتباهون الذين قرأوا ثورة الإمام الحسين يعني توصلوا إلى أن النصر هو الذي تحقق. معر بن الألمالي يقول إن خروج الإمام الحسين على يزيد إنما كانت عزمة قلب كبير عز عليه الإذعان وعز عليه النصر العاجل ما أخذه من قول الإمام. فخرج بأهله وذويه ذاك الخروج الذي يبلغ به النصر العاجل بعد موته ويحيي به قضية مخذولة ليس لها بغير ذلك حياة. فالإمام سلام الله عليه كان يعرف أن النصر آجل وإن نهضته ستبقى حارة كما وعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن لقتل الحسين حرارة لا تبرد أبدا. وهنيئا لكم إخواني أخواتي جزاكم الله خير الجزاء على الإحياء فإن ذلك طاعة لله ولرسوله ولأهل بيته. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإحيائنا للذكرى وإن كانت أليمة لكنها تمثل طاعة لله ولرسوله ولأهل البيت الذين أمرونا. ليست المسألة وصية لا أمر ويترتب على هذا الأمر ثواب كبير. الدعاء اللي قرأه سماحة الشيخ التريكي عن الإمام الصادق ينقلوه أرباب المقاتل منهم المقرم. اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين
الذين أشخصوا أبدانهم وأنفقوا أموالهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك. هذا متواتر، هذا الحديث عن الإمام، وهو يدعو في سجوده، في سجوده يدعو لزوار أبي عبد الله الحسين. فالإمام الحسين سلام الله عليه إنما انتفض بوجه الظالمين ليحقق نصرا آجلا بوجود ثلة من الطيبين، من المخلصين، من الذين أرادوا ما عند الله، من الذين قيمهم إني لا أعلم أصحابا أوفى، إني لا أعلم أصحابا ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي فجزاكم الله خيرا، إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني جميعا. فأولئك كانوا قد يعني طلقوا الدنيا. نعم كما هو معروف يعني أن هناك من تراجع، هناك من تقهقر، هناك من كان ينظر إلى، يقول له هذا، يقول له أن نفسي لا تطاوعني على الموت، هذه حصاني أخذ أجلكم الله، نفسي لا تطاوعني، بعدين عود ندم، شي يفيد الندم؟ فهي فرص لابد من اغتنامها. فأبو عبد الله سلام الله عليه إنما ثار لأولا لأنه إمام العصر وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا شعار أيضا خالد، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق. فالإمام سلام الله عليه كان يعرف، لكن كان يريد أن يترك أثرا، يعني يبعث الطاقة ويبعث الحركة في نفوس الأجيال، لأنه يعني جسد البطولة بأعلى مراتبها كما ينقل أو ينقل ما موجود في الإنجيل، سينال هذا الذبيح المجد والعزة إلى الأبد لأنه جسد البطولة والتضحية بأعلى مراتبها، حتى بالطفل الرضيع بأعلى مراتبها. هو إنما يريد أن يلقي الحجة. بعض الناس يقول يشكلون الإمام الحسين وضعيف يأخذ المشرف، لا، يلقي الحجة، يقول حتى أضحي بالطفل الرضيع رغبة بما عند الله، يبقى حجة، لا يتهاون الإنسان. رحمة الله على السيد الشهيد الصدر في وقته لما تفرعن الطغاة البعثيون، قال واقعنا يحتاج لنهضة كنهضة الإمام الحسين، دم كدم الإمام الحسين، لهذا دعا إلى الاستشهاد ودعا إلى المواجهة. فالإمام سلام الله عليه إنما انتفض ليريد أن يترك أثرا وليصبح حجة للملتزم وغير الملتزم. مو غاندي يقول تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، فالظلم يكون سبب من أسباب الانتفاضة وداعي من دواعيها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والطاغية يزيد وبنو أمية إنما نشروا الظلم وعاثوا في الأرض فسادا. فكانت حركة الإمام سلام الله عليه حركة للأجيال وليست لوقته فحسب. نعم في وقته قامت ثورة التوابين وانتفاضات أخرى، أيضا كان البعث هو ظلم الطاغية يزيد. عبد الله بن غسيل الملائكة يقول والله ما ثرنا على يزيد حتى خفنا أو خشينا أن نرمى بحجارة من السماء، لأن هذا يتجاهر بالفسق والمحرمات وينتهك، نعم، الأعراض والأعمال الشنيعة، كل هاي كلها كان يقوم بها، فما كان من الناس إلا أن تحركوا. نعم هناك تمت اعتقالات، هناك أمور أخرى صارت، لكنه يعني حركت ولو بعد حين. فالإمام سلام الله عليه يريد منا أيضا لكي نقوم بواجبنا بمسؤوليتنا أن نرتقي
في سلم الإيمان إلى درجات أعلى، وإنه لا يزال يحتاج يعني إلى نصرتنا ويدعونا إلى نصرته، ونداءاته تبقى خالدة، إن صوت الحسين لا زال يدعونا لنصر الشريعة الغراء. فيكون هذا الأمر بأولا إحياء المجالس والإكثار منها وتدريسها إن صح التعبير، أو وفقنا إلى أن ندخل هذه المادة في مناهجنا الإسلامية على الأقل، ولو هناك يعني أكو محاولات إلى استحداث يعني معاهد أو كليات بهذا الشأن في العراق، لكنه يبقى في كل مكان إلى ظروفه. فنحتاج إلى فعلا أن نفعل مثل هذه المشاريع التي يعني تقوي توطد علاقتنا بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، والنفع هو لنا أولا وآخرا للإسلام. ومثل ما أنه نعرف ذكر سماحة الشيخ والمفكر الإسلامي والموسوعة الشيخ عبد الأمير الهويدي حفظه الله، أنه مسألة يوم الحساب هناك، والحساب العسير يحتاج الإنسان إلى نصرة، يحتاج إلى مساعدة، إلى دعم. ولئم سلام الله عليهم هم شفعاءنا، هم الذين يدعمون أنصارهم، لا نستكثر إخواني هذه أعمالنا، فإنها بعين الله، وإن لئم يسجلونها ويفتخرون بها. ولهذا شوف يعني الشعراء عما عندما يتحدثون، والأدباء وكثير من المفكرين يمرون على الإمام الحسين ويطلبون فيما يطلبون شفاعته في الدنيا والآخرة، وخاصة في الآخرة، يعني دع بالخزاعي رضوان الله تعالى عليه، بالإضافة إلى أنه يعني يرث الإمام لكن أيضا يقول يطلب شفاعة الإمام في الآخرة. إذا كان هو في الحياة الدنيا وفق ببركات أبي عبد الله لهذه المشاريع اللي قام بها الأدبية، يسأل الله سبحانه وتعالى أيضا شفاعة الإمام الحسين في الآخرة. نعم، فنحن نطلب هذا المعنى، وإن شاء الله محروز. فجزاكم الله خير على ما قمتم به من إحياء ومشاركة وبذل وعطاء، فإنها بعين الله، وإنها تسجل مضمونة 100%، وترفع من رصيدنا الإيماني، وتدفع عنا البلاء، لأنه كثير من أفعال الخير تدفع البلاء، خاصة فيما يتعلق بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، الصدقة نفسها تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما. نعم، بالإضافة إلى أن يعني إحياء المناسبة الذكرى الفاجعة تبعثنا على أن نسترخص العطاء، سواء على مستوى يعني الجهد أو على مستوى الإنفاق. إذا كان الإمام الحسين عليه السلام قد ضحى بكل ما يملك، ففرق كبير بين الإنسان أن يضحي بالغالي والنفيس ويضحي بالزائد، وله طريقة من طرق التربية، الفرق كلش كبير بين أناس ينفقون رؤوس وأنفاق، وناس ينفقون أموال. فلهذا أيضا نحتاج إلى التربية على هذه المعاني، وخاصة نحن نعاني من أزمات هسه في أفغانستان، ماذا شو النتائج في العراق. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع شأن أبناء الحشد الشعبي والمجاهدين جميعا في كل مكان، هو لنصرة الإسلام والمسلمين. رحم الله قاسم سليماني، يعني كان هم همومة يعني عالمية إنسانية، وهذا هو ديننا، ديننا دين إسلام إنساني. والإمام الحسين سلام الله عليه إنما يعني ضحى من أجل الإنسانية، لأن دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم من كلام الإمام: اللهم إن حبست عنا النصر عاجلا فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. يعني أن لا يعيش الإنسان حالة اليأس بأي امتحان يمر عليه، أن
يتفاءل دائما، وإن في ذلك خير. حتى مسألة الدعاء وتأخير الدعاء قد يكون لصالح الإنسان، ولعل أمر طلبته يكون فيه هلاك دينك لو أوتيته. فالله مع المؤمنين، الله يدافع عن المؤمنين. فهذه المجالس وأمثالها تبعث فينا روح الإيمان وترفع من مستوانا إلى مستوى الأنبياء والصديقين والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذا المقام محمود ومقام كبير. فالإمام الحسين عليه السلام كان يعيش حالة التفاؤل، وكان أيضا يؤكد على مسألة الانفتاح كما ذكرنا في مسألة كسب الأصدقاء، يعني ينفتح على هذا ويروح لذاك ويقصده مو عن ضعف لكن من باب الهداية. والشاعر يقول: وأكثر من الإخوان ما استطعت إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. وفي ديار الغربة نحتاج إلى أن نعزز معاني الأخوة وأن لا نفرط بها. الإمام علي عليه السلام يقول: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. يقول: اثنين من كبار السن التقوا، واحد منهم قال له: بكم بعت صاحبك؟ قال: ب90 زل. قال: لا والله قصرت. 90 زلة؟ قال له: إيه 89 زلة، بال90 بعت فارقت. يقول له: لا قصرت، قصدي أن تحمله على المحامل الحسنة، أن تسمح له، أن تعفو عنه، لا بسبب ضعف أو عن ضعف، لا بل القوة. بل الإمام علي عليه السلام يقول: وليكن عفوك عن المسيء شكرا لله على أن مكنك منه. شنو هالأخلاق الفاضلة؟ شكرا لله على أن مكنك منه، على قدرتك عليه. فإحنا أيضا يعني يترك فينا هذه المجالس وهذه المناسبات تترك فينا هذه الطاقة وهذا التوجه، هو الانفتاح على الأخوة، الإكثار من الأخوة المؤمنين، يعني العمل على هداية الآخرين، العمل على استحداث فرص لتوطيد العلاقات الأخوية، يعني المجالس، اللقاءات. هسه قد يكون ولو بعض الأخوة في البيوت جزاهم الله خير، المجالس القرآنية تكون هذه أيضا تكثر، تضاعف أكثر فأكثر، وخاصة للنشء الجديد أبنائنا وبناتنا نحتاج إلى أن نعيشهم أجواء، يعني أجواء الرحمة والبركة وأجواء الألفة والأخوة والمحبة، لأنهم يريدون أن ينفتحوا على آخرين أو يعيشوا أو يعني يصرفوا أوقاتهم. فأفضل ما يكون صرف الوقت في الأجواء الطيبة مع الناس الطيبين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه الذكرى، نسأل الله أن لا أنه نمر عليها مر الكرام، وإنما نمر بها وقد تزودنا شفاعة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وتعاليمه وما أمر به وما نهى عنه امتثالا لتعاليم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الحسين لم يستيئس آخر لحظة من لحظات حياته لما دعا بولده عبد الله الرضيع وقد اشتد به العطش، رفع يديه إلى السماء قائلا: إلهي اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم نعم اشهد على هؤلاء القوم. نعم يقال أنه حتى عن عبد الله الرضيع كان أشبه الناس برسول الله، وجهه يشبه وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلهي إن كنت حبست عنا النصر عاجلا فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. يقول الراوي
خرج إلينا الحسين وتحت ظلاله وتحت ردائه شيء يظلل له عن حرارة الشمس. جاء إلى الميمنة تكلم بكلمات لم نسمعها، جاء إلى الميسرة تكلم بكلمات لم نسمعها، ثم جاء إلى القلب إلى الوسط، سمعناه وهو يقول: أيها القوم، إذا كان كما تزعمون أن هناك ذنبا للكبار فما ذنب الصغار؟ هذا الطفل قد اشتد به العطش وأوشك على الموت، فهل لا تسقوه قليلا من الماء؟ يقول الراوي: فانقسم القوم إلى قسمين، منهم من يقول لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، ومنهم من يقول اسقوه قليلا من الماء. فما كان من عمر بن سعد عليه اللعنة إلى أن أشار على حرملة، أي حرملة اقطع نزاع القوم. يقول حرملة: نظرت إلى الطفل وكان مقمطا وكان تحت رداء أبيه، فهبت ريح فكشفت المرقع عن رقبة الطفل فبان بياضها، آجركم الله، فرميته فضربته فذبحته من الوريد إلى الوريد. هذا الطفل حس بحرارة السهم، يعني انفتح القماط فتعلق بأبيه الحسين عليه السلام. ساعد الله قلب أبي عبد الله الحسين: يا ابني التسر قلبي بشرته، يا ابني التسر قلبي بشرته، شنو الذنب يا ابني العملته، والماي حاضر ما شربت. جاء بي بالهيئة التي أخذها بها إلى الخيمة، كانت سكينة أخته سكينة كانت تنتظر واقفة بباب الخيمة تنتظر، تقول عل القوم يرقون على أخيها فيسقونه قليل من الماء. نعم، جاء الإمام الحسين بالهيئة التي أخذه بها، قالت له: أبا، أراك سقيت أخي ماء وأتيتنا ببقية؟ قال: لا يا بني، خذي أخاك مذبوحا. تقول له: يا بوي الطفل عني دغطيه، مالي قلب يا حسين أصدلي، أشوف أذبيح وما رجلي، وهذا الخفت منه طحت به. يا خويا عان من حبك وشمك، يا خويا وعان من رواك لأمك، لغسلنك يا خويا فيض دمك، وقبرك بالقلب يا خويا لحفر. ساعد الله قلب أمه، جي به إلى أمه: يا ابني عبد الله يا غالي، يا هبت وعز ودلالي، ما ظنيت تالي هالليالي، تغدر وظل بدمع حالي، أبكي وبس مهدك قبالي، وهز بالمهد والمهد خالي، وانا ابني فجعني حرملة بسهمة، وانا ابني الطفل عاد يفطمونه، وانا ابني انفطم يا ناس بسهامي. اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات، سيما المعتقلين والمعتقلات، يا الله، فرجا عاجلا قريبا.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في الدنيا والآخرة، ووفقنا لإحياء مجالس أبي عبد الله الحسين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سيما المصابين والمصابات، المؤسسون لهذا المأتم الشريف، الأخوة الحضور، الأخوات الحاضرات. اللهم تقبل أعمالنا جميعا بأحسن القبول، وإلى أرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المؤسسين، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات.